السلام عليكم. هاد التوب هذا الى صك يعني شحال وحده كطيح في هذا المشكل كتواصل معايا تقول لك اودي استاذ راه ما كنتي ما كتخيطش ليا التوب الا كان الى صك يعني الا كان تيتجبد. وهذا يعني اول حاجه هذا كيعني ان الماكينه ما مريقلاش، وهاد الماكينه عندي دابا راه ما مريقلاش على انها تخيط لاصك، بمعنى انه خاصني نفكها ونريقلها ونعاود نقادها باش انها تخيط ليا لاصك. ولكن اشنا هو الحل اللي ممكن ديريه انت مثلا في دارك ولا في محلك ريتما يعني قبل ما تجيبي المعلم اللي ريقل لك الماكينه؟ اذا ملي غنجي نخيط لاحظوا معايا ان هذا التوب مثلا غنبغي نخيطو، لاحظوا معايا انه ما تخيطش الماكينه، تخيطش يعني الماكينه كتحنقص، لاحظوا معايا ما كتخيطش كاع نهائيا، يعني الخياطه كلها حنقزات. اذا اشنو هو الحل؟ شنو هو الحل اللي خصني ندير باش انا نخيط لك ماما ديالي وترجع ليا يعني وتخيطها هي هنا مخيطه؟ لاحظوا معايا هنا مخيطه، راه نفس الثوب ها هو خيطته وبنفس الماكينه. اذا الحل الوحيد هو انني ندير الورق، ندير جورنال ولا شي حاجه، ندير الورق ونخدم عليه. ها نتوما هذا هو كنحطو من الفوق، كنديرو مورسو وكنحطو من الفوق وتنخدم عليه. انا غنجرب شي طرف باش تشوفو بعينيكم. هنا هذا راه ماشي حل نهائي، هذا غير حل مؤقت، انتي واقفه على البياسه بغيتي تخدميها ولا بغيتي تقاديها، عندك شي حاجه بغيتي تنقصيها بحال هكا، كاين الاخوات اللي تيبغيو ينقصوا بيجامات تريكويات الى هذا، عندك التوب الاستيك المعلم ما كاينش. اذا ندير القاعد بحال هكا طرف ديال الجورنال ولا هذا ونخدم عليه، نحطو من الفوق ونخدم عليه بحال هكا، وراه غادي تخيط لك. اذا غير هذه كمعلومه ممكن نقضيو بها الغرض كي تنقولوا. دابا هي المكمومه ديالي مخيطه مزيانه مريقله بحال حتى شي حاجه ما كاينه. انت في الاخر كنزول هذاك القاعد وكتبقى لي الخياطه ديالي. هاي هنا هذا الشيء غادي نديرو غير ريتما يعني نجيب المعلم باش يريقل الماكينه، لان الماكينه المعيار ديال انها مريقله هو انها خاصها تخيط الثوب الاستيك، تخيط الثوب رقيق، تخيط الثوب غليظ وما تحنقش، هذا هو المعيار. وفي نفس الوقت تكون تجر يعني نحط فيها الطاسه شي حاجه وتكون تجر، هذا هو المعيار ديال الريكلاج ديال الماكينه. وهذا مش الامر هذا عنده علاقه ما بين البرا والكروشي، الريكلاج الماكينه ما بين البرا والكروشي.